بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد رسوله. أما بعد، نبدأ بإذن الله تعالى في هذا اليوم بدراسة متن الواسطية أي العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي. لكن على ما اعتدنا في الدراسة أن لابد قبل الدراسة من معرفة أمور. الأمر الأول، لماذا ندرس هذا الباب أي باب الأسماء والصفات؟ تقدم معنا لماذا ندرس التوحيد ولماذا اخترنا دراسة الأصول الثلاثة ثم القواعد ثم الدروس ثم كتاب التوحيد. الآن نريد أن نعرف لماذا اخترنا دراسة هذا العلم أي توحيد الأسماء والصفات. الله أعلم أننا يعني لابد أن ندرس هذا الباب، لأن التوحيد لا يمكن أن يكون إلا بإفراد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة، أي توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. ثم أن الطالب عندما يدرس كتاب التوحيد، وكتاب التوحيد على ما تقدم معنا ركز فيه المؤلف رحمه الله تعالى على توحيد الألوهية، ولم يترك التعريف أو ذكر توحيد الربوبية والأسماء والصفات، لكن ركز المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد على توحيد الألوهية، وهذا من أحسن ما يكون في التأليف كما ذكر هذا الأئمة، ومنهم الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في مقدمة القول المفيد. ولهذا ينصح العلماء رحمهم الله تعالى الطالب بكتابين في التوحيد والعقيدة، بكتاب التوحيد وبالعقيدة الواسطية. ثم ندرس هذا العلم لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا أيتركوا وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، إذن أمر الله سبحانه وتعالى أن ندعوه بأسمائه فادعوه بها. والدعاء على ما تقدم معنا إما دعاء عبادة أو دعاء مسألة، وهذا سيأتي بإذن الله تعالى. أشرف العلوم التعرف على الله، سبب لدخول الجنة، من أحصاها دخل الجنة حتى لا نقع فيما وقعت فيه الفرق الضالة. وسنرى بإذن الله تعالى يعني ثمرة دراسة هذا العلم أي باب الأسماء والصفات. لكن أيضا قبل الدراسة لابد أن نعرف ما هي طريقة السلف لدراسة هذا الباب أي باب الأسماء والصفات، وهذا مهم جدا. طريقة السلف الله أعلم أنهم لا يسألوا عن أشياء لم يسأل عنها الصحابة رضي الله عليهم. لماذا؟ لأنهم أحرص على العلم منا وأتقى لله منا، والمسؤول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلم الخلق بالله وأنصح الخلق للخلق. إذا لا يمكن أن نتكلم أو نسأل عن أشياء لم يسأل عنها الصحابة، وسيأتي معنا هذا في القول السديد لمن سأل عن كيفية صفة من صفات الله. قول السديد هو قول الإمام مالك رحمه الله تعالى، حيث قال في نهاية هذه الكلمة: والسؤال عنه بدعة، وتحذر أن تأتي بأشياء لم ترد عن السلف. إذا لا يمكن أن نسأل عن أشياء لم يسأل عنها الصحابة. السؤال كما سأل وقال الرحمن العرش استوى، قال كيف استوى، يسأل على ما سيأتي معنا، هل الإنسان مسير أم مخير، يسأل هل ظاهر الأسماء والصفات مراد أو غير مراد. إذن هذه الأسئلة لم ترد عن السلف رضوان الله عليهم، والأصل أن لا نسأل عن أشياء لم يسأل عنها
الصحابة رضى الله عليه. هذا الأول. الثاني، لابد أن يكون الغرض من دراسة هذا الباب هو تعظيم الله سبحانه وتعالى. ولهذا عندما سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن الاستواء، سئل عن عظيم. كيف يسأل عن هذا؟ فعندما سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى طأطأ رأسه وعلاه العرق الرحضاء أنه يعظم الله سبحانه وتعالى. كيف يمكن لمسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله ويفرد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة، ثم بعد هذا يأتي ويسأل عن هذه المسائل؟ إذن لابد أن يكون غرض الطالب من دراسة هذا الباب هو تعظيم الله سبحانه وتعالى. ولهذا لا يمكن أن تكون الأسماء والصفات التي لله سبحانه وتعالى مماثلة لصفات المخلوقين، ولا يمكن أن نتكلم عن صفات الله كما نتكلم عن صفات الخلق، لأن الله سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم أي ما يجب في حقه سبحانه وتعالى وأنتم لا تعلمون. أيضا من طريقة السلف في دراسة هذا الباب ثلاث قواعد، وهذه أهم ما يكون إذا أردت أن تكون على طريقة السلف، على ما ذكر الشيخ الأمين الشنقيط رحمه الله تعالى، وكذلك على ما ذكر الإمام مالك رحمه الله الجميع. تطبق قواعد ثلاثة دائما في الأسماء والصفات: القاعدة الأولى الإثبات، والقاعدة الثانية التنزيه، والقاعدة الثالثة أن المعاني معلومة والكيفية علمها عند الله والسؤال عنها بدعة. القاعدة الأولى إثبات، والدليل وهو السميع البصير وأدلة. القاعدة الثانية تنزيه، ليس كمثله شيء. القاعدة الثالثة أن المعاني معلومة والكيفية علمها عند الله والسؤال عنها بدعة. هذه القواعد الثلاث ذكرت في قول الإمام مالك رحمه الله تعالى. مثلا صفة الاستواء، تقرأ الرحمن على العرش استوى، إثبات القاعدة الأولى، تقول نثبت لله سبحانه وتعالى استواء حقيقي. تنزيه يليق بجلاله وعظمته، لا يماثل استواء المخلوقين. المعاني معلومة، الكيفية علم عند الله والسؤال عنها بدعة، نقول نعرف معنى الاستواء ونؤمن أن لله سبحانه وتعالى كيفية تليق به سبحانه وتعالى، ولكن هذه الكيفية لا نعلمها. والسؤال عن الاستواء أي عن كيفية الاستواء بدعة. النزول، ينزل ربنا، نثبت لله سبحانه وتعالى نزول حقيقي. تنزيه يليق بجلاله وعظمته، لا يماثل نزول المخلوقين. نعلم معنى النزول ونثبت أن لله كيفية، لكن هذه الكيفية لا نعلمها والسؤال عنها بدعة. وعلى هذا نسير في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات. أيضا من طريقة السلف في دراسة هذا الباب أن السلف رحمهم الله رتبوا لنا العلوم، ولابد أن نسير على ما كان عليه السلف حتى نصل إلى ما وصلوا إليه. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. رتب العلماء العلوم وقدموا وأخروا، فليس لنا أن نقدم ونؤخر إلا على ما جاء عن العلماء، ولكن
كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال الرباني الذي يربي الناس على صغار العلم قبل كباره. ولذلك من الخطأ أن يبدأ الطالب بدراسة متن العقيدة الوسطية قبل دراسة كتاب التوحيد، وهذا تقدم معنا في القواعد الأربع أن ذكرنا ما جاء عن الشيخ صالح الشيخ حفظه الله أنه في أول درس له في كتاب كشف الشبهات قال الذي لم يدرس معي كتاب التوحيد يقوم الآن من الدرس. بعض الطلاب يغتر بنفسه ولا يدري ولا يعرف شيء ويقول أنا طالب علم متقدم وكذا ولابد أن أبدأ بالحموية أو كذا أو الواسطية دون أن أدرس الأصول الثلاثة أو القواعد أو كتاب التوحيد. فحتى يعني نحقق هذا الأمر في هذه الدورة إن شاء الله تعالى، نحن لم نبدأ في بهذه الدورة أي بشرح العقيدة الواسطية إلا وقد أتممنا ولله الحمد دراسة الأصول الثلاثة والقواعد الأربع والدروس المهمة وكتاب التوحيد. فالذي يعني لم يتقن هذه المتون لا يصلح له أن يحضر معنا هذه الدورة، فماذا يصنع؟ يبدأ ويتدرج بالدراسة، يتعاون مع زملائه، يستمع للأشرطة، يبدأ بالسؤال والجواب ويحرر المسائل ويضبطها، لأنه قد تأتي هناك مسألة تقدمت ونقول هذه المسألة قد ذكرناها في شرح كتاب التوحيد، أو تأتي شبهة، فكيف تدفع الشبهة؟ تدفع الشبهة بالأدلة من الكتاب والسنة. لكن إذا لم يكن في القلب توحيد يدفع كل شبهة، استقرت الشبهة في القلب، وهذا مر معنا في كتاب التوحيد، وأن أهل السنة والجماعة يمنعون من مجالسة أهل البدع بل حتى المرور بهم. طيب، بعد هذا اعتدنا في الدراسة أننا نفهرس المتون التي ندرسها. إذا أردنا الله أعلم أن نفهرس هذا المتن، نفهرس هذا المتن ونقسم هذا المتن إلى القسم الأول مقدمة، وهذه المقدمة من أحسن ما يكون، بل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان من عادته في التأليف أنه لا يأتي بشيء من كلامه، يحرص أن لا يتكلم إلا بالكتاب والسنة، وهذا سيأتي معنا بإذن الله تعالى في تعريف هذا التوحيد من غير تمثيل ولم نقل من غير تشبيه، لأن هذا الذي جاء في القرآن. هذا المقدمة ذكر فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ما يتعلق بمجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة، ومجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في هذا الباب لباب الأسماء والصفات. ثم بعد هذا جاء بالقسم الثاني، وهذا من أحسن ما يكون في الترتيب. القسم الثاني الأدلة من القرآن، وقدم الأدلة من القرآن، ثم لم يكتفي بهذا بل أورد الأدلة من السنة. هو رحمه الله تعالى في الأدلة من القرآن كما قيل عنه رحمه الله أنه إذا جلس وتحدث ينتقي من القرآن ما أحب، كأن القرآن بين يديه من شدة ضبط وحفظ شيخ الإسلام، وكذلك أيضا في الأحاديث، فرتب الأدلة من القرآن ترتيب عجيب على ما سيأتي معنا.
ثم تعمد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن يأتي بالأدلة من السنة على بعض الصفات التي لم ترد في القرآن، حتى تعلم أن معتقد أهل السنة والجماعة إثبات ما أثبت الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أن المؤلف رحمه الله تعالى في إيراد الأحاديث الأدلة من السنة كرر بعض الصفات التي ذكرت في القرآن. لماذا؟ بغرض عند المؤلف رحمه الله تعالى، وهو أراد أن يقطع الحجة عن المنازع في المسائل التي ظهرت ولم تكن في عهد السلف الصالح، كالقول بخلق القرآن مثلا، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى سبب التكرار. ثم أن المؤلف رحمه الله تعالى أورد القسم الرابع. هذا القسم الرابع من أحسن ما يكون، بل هذا القسم الرابع هو سبب إرشاد العلماء إلى حفظ هذا المتن، أي متن العقيدة الوسطية. ولو تتعب حياتك كاملة لن تجد مثل هذا الكلام. مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في أمور متفرقة، في وسطية أهل السنة والجماعة، في إثبات الأسماء والصفات، في الاستواء، في النزول، في الجمع بين العلو والمعية، في كرامات الأولياء، في الصحابة، في كذا، في أمور متفرقة، في الإيمان باليوم الآخر. هذا القسم من العقيدة الواسطية من أهم ما يكون في هذا المتن المبارك، لكن بعد الأدلة من الكتاب والسنة. والمؤلف رحمه الله تعالى كان حاذق، تعمد أن يأتي أولا بالأدلة، وأرشد بهذا إلى قاعدة عند أهل السنة والجماعة أنهم يستدلوا أولا ثم بعد هذا يعتقدوا، خلافا نسأل الله السلامة والعافية لأهل الباطل أنهم يعتقدوا أولا ثم بعد هذا يحرف النصوص. والله لو سرنا على طريقة العلماء لوصلنا بإذن الله لما وصل إليه، لكن الإشكال في أن الطالب لا يسير على هذه الطريقة. ثم بعد هذا ذكر أمر يتعلق بالعقيدة، وهو أن العقيدة لابد تظهر على سلوك العبد، ومن طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار النبي عليه الصلاة والسلام ظاهرا وباطنا. أراد أن يبين طريقة أهل السنة والجماعة العملية، العلم لابد له من عمل، والعقيدة لابد أن تظهر على سلوك العبد. وهذا والله أيضا من أحسن ما يكون، علم ثم أراد منك العمل. ثم بعد هذا مؤلف رحمه الله تعالى ختم بخاتمة، يؤلف في العقيدة إمام شهد له الأئمة مؤلفات وكذا وكذا من أمور شيخ الإسلام، ثم في نهاية العقيدة الواسطية يتبرأ من حوله ومن قوته، يكتب في معتقد أهل السنة والجماعة، ثم في نهاية العقيدة يقول نسأل الله أن يجعلنا منهم. ونحن نعرف أن في هذه الأيام من يقول أنا من أهل السنة والجماعة قطعا ولا شك فيها، تبرأ من حوله ومن قوته، لم يدع العصمة إلا لمن عصمه الله، أي الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، كان بين الخوف والرجاء، وهذا هو الذي عليه السنة والجماعة.
تنصح أحيان بعض الناس بنصيحة، يقول أنا أعرف معتقد أهل السنة والجماعة قبل أن تأتي وكذا وكذا من الكلام. إخواننا انظر إلى هذا الإمام، يؤلف ويكتب وثناء العلماء عليه وشيخ الإسلام، وبعد هذا في نهاية العقيدة يقول نسأل الله نجعلنا منه، تبرأ من حوله من قوته ولم يدع العصمة. أيضا هذا الكلام ليس في هذا المتن فقط، في غالب متون شيخ الإسلام يذكر هذا. طيب بعد هذا أيضا قبل الدراسة، سبب اختيار هذا المتن أي متن العقيدة الوسطية، لو قال قائل لماذا لا ندرس مثلا الطحاوية أو التدمرية أو الحموية أو كذا وكذا وكذا، نقول سبب اختيار هذا المتن أننا طلاب، والطالب لابد أن يرجع إلى العلماء الرباني، والعلماء أرشد بعد دراسة كتاب التوحيد ندرس الواسطي. الثاني أن هذه العقيدة الواسطية على ما ذكرنا الآن في التقسيم فيها مجمل معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الباب وفي أبواب متفرقة، والطالب يحتاج إلى هذه الضوابط ويحتاج أن يعرف ما عليها للسنة والجماعة، وجمعت لك أمور متفرقة كثيرة في متن واحد. هذا المتن عناية العلماء به وكثرة الشروحات والإرشاد إلى حفظه، حسن الترتيب وإرادة الأدلة والترتيب بين الأدلة، الأدلة من الكتاب والسنة، كذلك ما في هذه العقيدة المباركة من الطريقة العملية، وهذا مهم جدا. أيضا أن العقيدة الواسطية هي من أسهل مؤلفات شيخ الإسلام، وتقدم معنا أن طالب العلم يعكف ولابد على كتب السلف، ومنها كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن لا يستطيع أن يبدأ بالكتب التي يعني أطال فيها وقد يكون فيها شيء من الغموض وكذا، فلا بد أن يبدأ بالكتب السهلة لشيخ الإسلام كالعقيدة الواسطية. وسترى بإذن الله تعالى ثمرة إرشاد العلماء إلى دراسة هذا المتن المبارك أي متن العقيدة الواسطية. من أحسن الشروحات على هذا المتن المبارك، مبارك نعم الله، جل مؤلفات، كل مؤلفات شيخ الإسلام هو فيها قائل لا ناقل، لم يكتب كتاب إلا من حفظه. يكتب شيخ الإسلام في يوم ما يكتب الكاتب المعتاد على الكتابة، يعني يعمل عمله كاتب، يكتب شيخ الإسلام في يوم ما يكتب الكاتب في أسبوع. لم يعرف مثل شيخ الإسلام في التأليف، لا يوجد مثل شيخ الإسلام في كثرة المؤلفات، له أكثر من 1000 مؤلف من حفظه. إذا أراد تعذيب شيخ الإسلام ماذا يصنع به؟ يأخذ منه أدوات الكتابة، هذا التعذيب لشيخ الإسلام. إذا صلى الفجر لبث في مصلاه إلى أن تطلع الشمس يذكر الله ويقول هذه زادة من الدنيا. لا يعرف في مجالس شيخ الإسلام شيء من الغيبة أو النميمة أو الحديث عن الدنيا، لم تطرأ الدنيا له على بال. مجدد، إمام عرف بالصبر، يقال أن شيخ الإسلام أوقف زحف فرق من أشد الفرق نسأل الله السلامة عافية ضلال،
منهم الرافضة اعتنى بنصوص الكتاب والسنة وأتقن وحفظ، بل يقال أن كل حديث لا يعرف الشيخ الإسلام فليس بحديث. إخواننا العلماء عرفوا قيمة هؤلاء، عرفوا أن هؤلاء أئمة. الشيخ الألباني رحمه الله وقف على تضعيف حديث في صحيح مسلم لمن؟ لشيخ الإسلام ابن تيمية. الشيخ الألباني رحمه الله محدث إمام، لكن عندما وقف على هذا الكلام لشيخ الإسلام رجل له علم وفضل وسابقة، فيقول ويستطيع أن يرد كما يصنع بعض الطلاب اليوم، لا يعرف شيء عن المسألة ويبدأ يرد يتكلم، يقول ولم يذكر سبب التضعيف فتوقفت. الشيخ الألباني يتوقف ويستطيع أن يرد، يقول توقفت وأخذت أبحث وأبحث وأبحث حتى توصلت إلى ما توصل إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، من تضعيف للحديث الزيادة. وهذا كثير عند السلف، ولكن اليوم الطلاب على خلاف هذا، جهل. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وتعدي وتطاول على العلماء. هذه يعني كالمقدمة للواسطية. ترجمة شيخ الإسلام، هناك تراجم كثيرة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الذي يركز عليه أئمة أهل السنة والجماعة، وهذا الذي سيأتي معنا في هذه العقيدة المباركة، أن العلماء رحمهم الله أئمة أهل السنة أرادوا أن تستن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، ولا يطيل في تراجم العلماء، وأرادوا بتراجم العلماء الرجوع إلى ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله كانت له كلمات، وهذه الكلمات أصبحت يعني كلمات كما يقال أنها يعني باقية وكذا. منها: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، المسجون من سجن عن ربه، بالصبر واليقين تنال الإمام في الدين، وغير هذا. ذكرنا له أكثر من 1000 مؤلف، لم يكتب ولم يؤلف كتاب من أجل التأليف. وبعض الطلاب هدانا الله إياه يقول لابد أن يكون لي مؤلف. لماذا؟ قال حتى أعرف أكتب على غلاف هذا الكتاب تأليف العلامة الإمام أسد المنابر الخطيب المسقع المحقق المنقح الكذا كذا الكذا. نعم، لا يوجد في كتب شيخ الإسلام كتاب واحد ألف من أجل التأليف، منها هذا المتن المبارك. سؤال يرد لشيخ الإسلام، يكتب هذه رسالة من العصر إلى المغرب، رسالة تدرس أحيانا في أشهر من بركة العلم، كتب هذه الرسالة من حفظه. فهذه طريقة أهل السنة والجماعة، كل مؤلفات شيخ الإسلام إما فتاوى أو ردود غير مردود عليها. ردود شيخ الإسلام هو فيها غير مردود عليه فيها، وغير هذا مما ورد يعني في الكلام في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
في القديم كان المخالفين لشيخ الإسلام يردوا عليه وما استفادوا شيء، فعمد بعض المتأخرين من المخالفين لأهل السنة والجماعة إلى حيلة، وهي اللعب في مؤلفات شيخ الإسلام والزيادة والنقص والبتر لكلام شيخ الإسلام. تصدع علماء أهل السنة والجماعة لهذا الأمر، وكان هناك مشروع القائم عليه علماء فضلاء وعلى يعني رأسهم الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله. وهذا المشروع مشروع العناية بمؤلفات شيخ الإسلام. وقبل أن يبدأ هذا المشروع كتبوا وجمعوا تراجم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ثم أن الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله لخص هذه التراجم في مجلد واحد. طيب، يبقى معنا أيضا قبل الدراسة أن نعرف سبب التسمية، لماذا سميت هذه العقيدة بالعقيدة الوسطية. الأول، وهذا هو يعني المهم الله أعلم والراجح في سبب التسمية، أن أحد قضاة واسط أرسل رسالة لشيخ الإسلام يطلب منه أن يكتب له مجمل اعتقاده للسنة والجماعة في هذا الباب، باب الأسماء والصفات. هذا قول. الثاني، أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الوسطية ذكر وسطية أهل السنة والجماعة، نعم، في أمور شتى، وذكر هنا في العقيدة في أمور خمسة. هذا الثاني. الثالث، أن المؤلف رحمه الله تعالى كتب هذه العقيدة بعد الصلاة الوسطى، أي صلاة العصر. ويقال أيضا أن هذا المتن المبارك من كتب مؤلفات شيخ الإسلام على ما تقدم، كتب من المؤلفات السهلة والواضحة، إذا توسط حتى في الكتابة وفي الشرح والتبسيط وتوضيح المسائل. ويقال أيضا أن شيخ الإسلام رحمه الله كتب هذه الرسالة في وسط العمر، يعني ليس في أول عمر ولا في آخر عمر، كتبها رحمه الله تعالى. الله أعلم أنه يمكن الجمع بين الجميع، لكن مهم أن نعرف أن ما يدعيه البعض من الوسطية هذا أرادوا به ترك الدين. الله سبحانه وتعالى قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي خيارا عدولا، لا إفراط ولا تفريط. كل من يدعي الوسطية ماذا نصنع؟ نحكم الكتاب والسنة على ما كان عليه سلف الأمة رحمه الله تعالى. الله أعلم، يعني نكتفي بهذا المقدار ونراجع، ثم في الدرس القادم إن شاء الله تعالى نأخذ المقدمة التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى لهذا المتن المبارك. ماذا أخذ؟ أن هذا المتن لابد قبل الدراسة من معرفة أمور، منها لماذا اخترنا دراسة هذا المتن، أي متن العقيدة الوسط. الأول نصيحة العلماء، لا الكتاب،
نصيحة العلماء، وليس لنا أن نبتدع طريقة جديدة في طلب العلم، لكن نصيحة العلماء بدراسة هذا المتن بعد كتاب التوحيد، ولا بد كثرة الشروحات عليه، عناية العلماء به، وضع الله سبحانه وتعالى القبول في الأرض، ذكر في مجمل اعتقاده للسنة في أبواب شتى، طريقة أهل السنة والعملية، الأدلة من الكتاب والسنة، وذكر منزلة السنة ومجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة، تبرأ من حولي وقوتي، أراد أن يرشد الطلاب إلى هذا الأمر. أن نقف حيث وقف القوم. طيب، جزاك الله خير. نعم، لماذا ندرس هذا الباب، أي باب الأسماء والصفات؟ نعم يا أخي. وأدرس هذا الباب في الأسماء والصفات لأنه باب خطير. أولا، لابد من إفراد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة، ولو أنكر هذا النوع من أنواع التوحيد ومن أقسام التوحيد فليس موحد أصلا. لا يتم التوحيد إلا إفراد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة. الثاني، حتى لا نقع فيما وقعت فيه فرق الضال، حياة القلوب، أشرف العلوم، سبل دخول الجنة، دعاء الله سبحانه وتعالى بأسمائه، حيث قال سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. هذا الباب ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أي أن البعض يقول أنا لا أدرس هذا الباب، أخاف أن أقع فيما وقعت فيه الفرق الضالة. هذا الكلام يقول عنه شيخ الإسلام: من شر أقوال أهل البدع، من شر أقوال أهل البدع. لماذا؟ لأن فيه تكذيب للقرآن، والله سبحانه وتعالى قال: ليتدبروا آياته، ولم يستثني شيء. الثاني، فيها تجهيل للنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عليهم والسلف الصالح. نعم، لأنهم جهلوا هذا الأمر، ترك دراسة هذا الباب. الثالث، فيه استطالة للفلاسفة، لأنهم جاء عنهم أقوال منها: خذنا بحار في العلم، وقف الأنبياء على شاطئ. وهل هذه هي طريقة السلف؟ وهل كل ما يتكلم إنسان نسمع لكلامه؟ لا بد أن نحكم الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. نقول: أنت أردت الفرار من شيء، تعطي المثل، وقعت فيما هو شر منه. هذا قال: من شر أقوال أهل البدع. نعم، يقول: أنا أقرأ القرآن هكذا، ولا أكون مع أهل السنة ولا مع غيرهم، أحدث قول جديد وفرقة جديدة. نعم. أن أهل السنة وضعوا ثلاث أمور. طيب، اكفينا من كلام. ما هي طريقة السلف في دراسة هذا الباب؟ لأننا لابد أن نسير على طريقة السلف كما تقدم، أنه قد يأتي إنسان بكلام ويلبس علينا، فطريقة السلف في الدراسة حتى نسير في هذه الطريقة، لأنه قد يتكلم طالب أثناء المذاكرة أو كذا بكلام أو يسأل عن أشياء، فماذا تصنع؟ تقول: اتق الله. هل هذا السؤال سأل عنه السلف؟ يقول: لا. إذن لابد أن تنتهي، لأنهم أحرص على العلم منا وأتقى لله منا، والمسؤول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنصح الخلق للخلق وأعلم الخلق بالله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
فإن تولوا أبوا. نعم. خلاصة طريقة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات. إذن الأول لا نسأل عن أشياء لم يسأل عنها الصحابة رضي الله عنهم. الثاني الغرض من الدراسة لابد أن يكون تعظيم الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن تكون يعني الكلام في هذا الباب كالكلام عن صفات الخلق. ولهذا قلنا أن الإمام مالك يعظم الله سبحانه وتعالى. نعم طقطع رأسه. طريقة الدراسة أننا نلخص قواعد أهل السنة والجماعة في ثلاث قواعد ذكرها الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، وكذلك يعني ذكرت في كلام الإمام مالك رحمه الله الجميع. القاعدة الأولى إثبات كل ما أثبت الله لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم، والإثبات يكون بالكتاب والسنة فقط، لا مجال لا للعقل ولا للاجتهاد. ولهذا قال العلماء الأسماء والصفات توقيفية. الثاني التنزيه، ليس كمثل شيء السميع البصير. نعم. الثالث أن المعاني معلوم، نعرف معنى النزول معنى الاستواء، ولكن نثبت لله كيفية، لكن هذه الكيفية لا نعلمها والسؤال عنها بدعة. هذا الكلام مذكور في كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى فتح الله عليه. نعم. رأينا أن أهل السنة والجماعة يستدلون ثم يعتقدون. قلنا أن الطالب عندما يقتني كتاب يقرأ هذا الكتاب، وإن لم يستطع ينظر أقل ما يكون في المقدمة والفهرس. بالمقدمة يعرف مصطلح المؤلف وسبب التأليف، وبالفهرس يعرف محتوى الكتاب. فإذا أردنا أن نفهرس هذا المتن إلى أشد ما يكون اختصارا نفهرسه على أقسام. القسم الأول مقدمة، الثاني الأدلة من الكتاب، ثم الأدلة من السنة مع بيان منزلة السنة، ثم مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في أمور شتى وصيدية أهل السنة وكذا، ثم طريقة أهل السنة والجماعة العملية، ثم الخاتمة. طيب فتح الله عليك. وذكرنا أن هذا الترتيب ترتيب بديع من أحسن ما يكون. ذكر مجمل اعتقاد، ثم ذكر الأدلة من القرآن، ونوع في ذكر الأدلة، وركز على بعض المسائل التي كانت في زمنه يعني من المخالفين حتى يرد عليهم، ثم بيّن منزلة السنة، ثم الأدلة من السنة، وجاء بأدلة على أسماء وصفات لم ترد في القرآن حتى يبين لك أنه لابد أن تثبت ما ثبت بالسنة كما تثبت ما ثبت بالقرآن. ثم لم يكتفي بهذا وجاء ببعض الأدلة من السنة على صفات وردت عند المؤلف في الأدلة من القرآن حتى يقطع الحجة عن المنازل. ومن أحسن ما يكون بعد ذكر الأدلة من الكتاب والسنة في الواسطية ذكر مجمل معتقد أهل السنة والجماعة في أمور شتى. ولهذا يحفظ هذا المتن ولا بد بعد كتاب التوحيد. فلو سأل سائل ما المتون المهمة في التوحيد والعقيدة؟ كتاب التوحيد والواسطة أهم ما يكون. نعم غير هذا. نعم نعم. أخذنا سبب تأليف هذه الرسالة. سبب التأليف قلنا هذه المسألة مهمة. أصلا يعني نحن نريد هذا الشرح أن نذكر المسائل المهمة، تعريفات وتقسيمات وتقسيمات
الربط بين هذه الأقسام التي ذكرنا. سبب التأليف، لم يؤلف من أجل التأليف أو يقال عنه أنه كذا وكذا، ألف لحاجة الناس، ألف في الردود وفي الفتاوى والأسئلة، ولهذا وضع الله سبحانه وتعالى هذه المؤلفات القبول في الأرض. هذا سبب التأليف. وسبب التأليف أو سبب التسمية بالواسطية، الأول قضية واسط، أنه أحد قضاة واسط سأل شيخ الإسلام عن مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات. الثاني وسطية أهل السنة، ذكر في هذا المتن المبارك وسطية أهل السنة والجماعة من أوسط كتب شيخ الإسلام، يعني سهل، وكتبها بعد صلاة الصلاة الوسطى أو في وسط العمر. نعم، أحيانا قد يقول البعض أن هذا تكلف، يعني تقول كذا لا مانع إذا لم يعجبك هذا القول اتركه، ما الإشكال؟ تقول هذا أنا ما أرى الحمد لله اتركه، فليس يعني في ترك هذا إشكال، لكن طالما يعني ذكر العلماء شيء من هذا نحن نذكره. وحين أنت تعرف أنه ذكر يعني بعض المسائل تنشط الطلاب. نعم، طيب غير هذا، غير هذا أخوان. نعم، أخذنا أشياء من ترجمة الشيخ، أخذنا أن العلماء رحمهم الله تعالى في تراجم علماء أهل السنة والجماعة يحرصوا على شيء وهو الميزان، وسيأتي معنا في الواسطية الميزان الذي يوزن ما عليه الناس. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هؤلاء الأئمة رفعهم الله بماذا؟ بالإخلاص أولا، ثم باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا وجدنا في ترجمة شيخ الإسلام ما يخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام تركنا. فيركز العلماء على تعليق الخلق بالخالق وعلى التمسك بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا مهم جدا. صنع أمور شيخ الإسلام هو في الحقيقة متبع فيها لمبتدع، منها أولا الاعتقاد، وأراد إرجاع الناس إلى المعتقد الصحيح. جل مؤلفات شيخ الإسلام هو فيها قائل لا ناقل، يكتب، نعم يقال أنه كان جهوري الصوت، ينتقي من القرآن حيث أحب كأن القرآن بين يديه. يذكر الشيخ الألباني رحمه الله يقول أنه كان إذا وقف على درس الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله يقول أتذكر ترجمة شيخ الإسلام، نعم، من شدة ما يعني يسرد الأدلة سردا. يقال على ما ذكرنا في سبب التسمية بالواسطية، يقال والله أعلم على الترتيب الذي ذكره العلماء في دراسة الواسطية والحموية والتدمرية، يقال والله أعلم أن شيخ الإسلام توسط بالواسطية مع المخالفين، ثم حمى بالحموية، حمى العقيدة، ثم دمر عروش هؤلاء بالتدمرية. نعم، والله أعلم. على اعتبار نحن نذكر أحيانا يعني بعض المسائل وكذا، وقد يعني تكون مسائل مرجوحة فلا ضير يعني من ذكرها. أريد منكم بارك الله فيكم أن تراجعوا ما أخذنا الآن بعد الدرس على ما هي الطريقة في الدورات السابقة. الثاني الذي لم يحضر معنا الدورة الماضية ولم يحضر بخاصة كتاب التوحيد يبدأ من الآن يراجع ويكتب، ويعني لابد أن نغتنم الوقت في هذه الدورة. شروط الدورة: الشرط الأول المواظبة على الحضور وعدم الغياب، و
ولن نقبل أي عذر للغياب إلا الموت. واللجنة المنظمة للدورة، أسأل الله سبحانه وتعالى يوفقهم ويحب أرضه، يتابع معنا هذا الأمر الذي لديه مذكرة فارغة لا يدخل إلى القاعة. نعم، عندنا مثل بالعامية يقول من دبك حب، اصبر على جفوة معلم فإن العلم في زفراته. والذي جاء ليتفرج على الدورة أو كذا، هذا أحسن له أن يخرج، إما الموافقة أو المفارقة. نحن عرفنا هذه الشروط، فمعكم إلى صلاة الظهر نرى ما عليه المذكرات. الذي لا يعرف شيء هذا لا يسمح له أن يحضر معنا الواسطي، نسمع له إن شاء الله درس في الدروس المهمة في الأصول الثلاثة، لا عيب، بل هذه الطريقة الصحيحة، وهذا من الحرص والله. طيب، إذن موعدنا الظهر إن شاء الله تعالى، أقل ما يكون في حفظ الواسطية أن تحفظ لنا المقدمة. كانت هناك مسابقة في الجامعة الإسلامية، مسابقة في الخطابة، قام طالب وتكلم بالعقيدة الواسطية، اختيرت هذه من وأعطيه جائزة عليها، هذه مقدمة الواسطية. قلنا أن الطالب أحيانا قد يطلب منه إلقاء كلمة، ماذا يصنع؟ يقرأ العقيدة الواسطية، الأصول الثلاثة، القواعد الأربع، يسرد كتاب التوحيد سردا، فتحفظ لنا المقدمة. قد يقول البعض أنه لا يوجد وقت، ومن يتق الله يجعل له مخرج يرزقه من حيث لا يحتسب. تتعجب في ترجمة شيخ الإسلام، جهاد وسجن وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وتعليم الناس وكذا، تتعجب كيف له أكثر من 1000 مؤلف. والذين جاهدوا فينا جاء الوعد من الله، والله أي تقدير هنا قسم مقدر، لنهدينه سبلنا. استغفر، حاول. في أول دورة مثلا كنا فيها، يعني ما اعتاد البعض على حضور الدورة والانضباط وكذا، الآن لو قلنا أنه يوجد درس واحد في اليوم لا يقبل البعض، يقول لا أنا أحضر وراجع وكذا. نعم، طيب، فبارك الله فيكم، مع صلاة الظهر أو قبل الصلاة تكون المحاسبة على المذكرة القديمة، وكانت جديدة تكتب فيها. خير، لو فقدت عجبا لأمر المؤمن أن أمره كله خير، يكتب في مذكرة جديدة يكرر. قلنا أن البعض الآن يقول لماذا يعني تكرر هذه الكتب وتشرح في كل دورة دروس مهمة، كتاب التوحيد، الأصول الثلاثة، قواعد أربع، كذلك واسطية مكررها أكثر مرة، لماذا؟ هذا هو الذي عليه الأئمة. الشيخ بن باز رحمه الله في آخر درس في كتاب التوحيد سئل من بعض الطلاب ماذا ندرس يا شيخ بعد هذا الكتاب؟ قال كتاب التوحيد. قال يا شيخ الآن انتهينا من كتاب التوحيد، انتبه. قال هذا الكتاب يحتاج إلى أن يعاد عشرات المرات، وأنت تسمع الآن في كل مرة يأتي فيها شرح تجد هناك فوائد وكذا. لو تسمع في كلام العلماء الآن في الكلمات في المحاضرات في الدروس تجد أن كلام العلماء لا يخرج عن كتابين، في التوحيد العقيدة، كتاب التوحيد والواسطية في الغالب. نعم، ثم ما تستطيع أن تفهم الحموية ولا التدمرية إلا بدراسة واسطية، ولا تستطيع أن تفهم الواسطية إلا بدراسة كتاب التوحيد، بهذا تسير تفهم ولا إشكال إن شاء الله تعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. وأنا أشكر
يعني كل من ساهم في إنجاح هذه الدورة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي شيخنا الشيخ عبد الحكيم حفظه الله يعني خير الجزاء في يعني هذا التواضع منه حفظه الله في أن يعني أن أتقدم بين يديه بالكلام، وإلا والله الدورة هي للشيخ ليست لي، لكن الشيخ قال لابد أن تتكلم وتكون الدورة هذه في الواسطية وكذا، وبهذا كان السلف. السلف ما أراد الظهور ولا أرادوا أن ينسب لهم بعض الأشياء وكذا، قال أما إني لم أكن في الصلاة في كتاب التوحيد ولكني لدغت، أرادوا نشر العلم سواء كان ينشر هو أو غيره. أنت تعرف أن بعض الناس هدانا الله إياه يريد أن يكون هو العالم فقط، ولو تنظر في ثمرة عالم من العلماء، مثلا تسمع أحيانا أن فلان من الناس يدرس كتب سنين، لكن لا تسمع أن هناك طالب واحد ينتسب إلى هذا الشيخ ويدرس العلم الشرعي. صحيح موجود، موجود كثير، بل أحيانا هذا إذا تكلم يخرج الطلاب من الدرس يقول سبحان الله شيء عجب، جاء بقواعد وأصول وكذا، والله ما فهمت شيء، عالم عالم، هذا ليس بعالم. لكن انظر مثلا إلى ما كان عليه الشيخ بن عثيمين رحمه الله، أخرج علماء، نزل إلى مستوى الطلاب يكرر ويشرح ويثابر، هذا هو العالم. يستطيع الشيخ أن يلقي كلمة ولا يفهم أحد شيء، ويخرج يتحدث الناس عن علم الشيخ والضبط للقواعد والأصول وكذا، لكن هو ما أراد هذا. ثم لابد أن تنظر إلى الثمرة، لأن هذا المهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا خالصا لوجهه سبحانه وتعالى، وأن يجعل هذه الدورة دورة على ما ذكرنا في الدورات السابقة. لم نأتي لا لجمعية ولا لفلان ولا لعلم، أتينا أخواننا إرضاء لله سبحانه وتعالى، أسأل الله لي ولكم الإخلاص. فلا بد أن نتعاون في هذا المكان، ولا نوم ولا لعب ولا اجتماع على شاهي أو قهوة وكذا، وقت ضيق ولا بد أن ننجز. إذا أردتم أن أشرح الواسطية من الآن للظهر أستطيع بإذن الله، أسأل الله العون، لكن لا فائدة دون مذاكرة دون مراجعة دون حل الاختبارات. فتعاونوا معنا بارك الله فيكم، والله أعلم، صلى الله على محمد وسلم.